تجدد بكم الترحيب واللقاء ضمن انطلاقات ومنافسات مهرجان ولي العهد للهجن، حيث نشهد هذه الأسماء والأعداد الكبيرة. إذا متابعينا الكرام، ينطلق شوطنا العاشر لفئة القعدان المفريد ورحلتنا المصاحبة لهذا الشوط، ألا وهي الاثنين كيلو. ما تفصلنا عن النوماس الغالية، انطلق وإياكم حيث البداية وحيث انطلاقة نشوان محمد بن أحمد بن سالم بن هويمن العامري من ينطلق، بينما المركز الثاني والوصول من مسفر بن محمد الرزق من يقدم لنا انطلاقة متعبة وتحديات متعبة على المركز الثانية، بينما ثالث الأسماء وثالث الشعارات من ينطلق، هنالك شعار مبارك بن سالم بن مبارك ألف هيد المرية انطلاقة المهند، وكذلك شعار الوسمية علي بن حمد بن سعيد الجربوعي المرية، وخامس الأسماء راشد بن خميس العمري من يقدم لنا انطلاقة الناوية. هكذا النتيجة للخمس المراكز العودة حيث البداية وحيث انطلاقة نشوان. من ينطلق منذ البداية يا بن هويمل أهل الطلايب وصلوا، يصل هنالك شعار الناوية وشعار الوسمية، وكذلك ينضم للمعركة طالب بن سالم بن عبد الله المرية انطلاقة شادية، وكذلك يصل شعار هنالك محمد بن سعد العنزية انطلاقة سياف. الله يا آخري الأمتار يا آخري الأمتار، انطلاقة الناوية وتحديات العمرية، وكذلك انطلاقة سياف محمد بن سعد العنزية من ينطلق ويغير من الجانب الآخر تحديات هذا الاسم وتحديات سياف، وكذلك حابس الله الثلاثية الكبيرة انطلاقة حابس بن سعيد الشمرية مغادر مغادر وسياف. الأمتار النهية الأمتار الأخيرة، الله الله غير غير إرمالية، غير بتحديات مغادر من غادر بالنوماس الى ابناء حايل وتحديات البطل. هنالك حابس بن سعيد بن مناور ارمالي الشمري من قدم لنا هذا البطل وتحديات مغادرة، ثاني شعارات وثاني الاسماء فكان محمد بن سعد العنزي مع سياف، وثالث التحديات هنالك الناوي راشد بن خميس العمري. إذا متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، نعود نحن وإياكم إلى التوقيت الزمني حيث شاهدنا مغادرة عند الأمتار الأخيرة والعروض المتميزة. هنالك من مغادرة من أرسل السلامات وغادر بالنوماس إلى أبناء حايل، شعار حابس بن سعيد بن مناور إرمالي الشمرية من قدم لنا هذا البطل. لحظة وصوله 3:04 29 جزءا من الثانية، توقيت مغادر وثاني الأسماء سياف محمد بن سعد العنزي 3:04:54 جزءا من الثانية، وثالث الأسماء فكان الناوي راشد بن خميس العمري 3:05:23 جزءا من الثانية، بينما رابع الأسماء فكان هنالك نجم وبشعار هنالك عربي الاسماء مسفر بن محمد بن مسفر الف طيح اليامي على المركز الرابع وخامس الشعارات، وكان المهند مبارك بن سالم بن مبارك الف هيد المريدا. متابعينا الكرام، شاهدنا نحن واياكم متعة هذا الشوط وكان مغادر وارسل السلامات. اذا متابعينا الكرام،
شوطنا الغادي بصوت الزميل علي اليامي، متمني له التوفيق.